هذا يسموه بالعراقي ماطور. خلينا نشوف شنو اسمه بالأمريكية. حرف الأم صوت م، حرف الأو صوت ضم مستدير قصير أو أو، نفس الضم الموجود بكلمة ناو. حرف التي صوت ت، حرف الأو صوت شوا آ قصيرة جدا أ. حرف الآر صوت آر الألة إر إر، وحرف الآر إذا أجا مسبوق بحرف علة جاي بصوت الشوا إذا يكون الثنائي اثنينهن بصوت إر. صوت حرف التي يقلب إلى د خفيفة إذا وقع بين صوتين علة، وبهذه الكلمة وقع بين صوتين علة صوت ضم مستدير قصير أو وصوت إر، إذا يقلب إلى د. أو ماو د ماود ماود إر ماودر ماودر، صوته وصوت ضم مستدير قصير، إذا هذا الصوت أطلقه ببطء صوت هذه الكلمة أو ماودر ماودر. This motor is so useful. I find it in many toys. The motor, motor, motor. Motor, you motor, motor, motor.